مختلة، كل الجو مشحون سياسي، كل الأحداث اللي بتصير سياسية، فأكيد الواحد راح يتأثر بهاي الأحداث السياسية وراح يعبر عنها بالشكل اللي بحلوله. طبعا بما اني فلسطينيه فاكيد واجب علي انه اقاوم، ومقاومتي مش شرط انها تكون بالحجر او انه انزل على الشارع واحكي وهيك، لا كمان لازم استخدم موهبتي. لهيك في مقاوم بالحبر اللي هي الكتابه، في موهبه بالشعر الكلام، في كمان موهبه بالريشه وهي اللي استخدمتها وكان لازم انه اعبر عنها. وكان تركيز شغلي احب انه يكون مركز بالاكثر يخدم قضيتي، بحيث انه اسلط الضوء على يعني على معاناة شعبي، وهذا اقل شيء ممكن اقدمه انا كفنان في البلد هاي، بحيث اني انا اوصل رسالة لكل العالم انه احنا فلسطين بنحب الحرية، بنحب الحياة. طبعا الاحتلال الاسرائيلي بيستخدم في كل اساليبه الاعلامية اشياء بسيطة جدا جدا بعبر من خلالها عن الاشياء اللي بتصير، وتلقاه بيتفوق علينا. في الحرب الاخيرة اللي صارت على غزة حاولت انه استخدم اسلوب غير، ما استخدم اسلوب دماء او اسلوب تشوهات او هيك، لا استخدمت صور موجودة من حرب غزة. بالنسبة لأي حد بشوفها هي عبارة عن صور انفجارات وصور رماد، بالنسبة لنا إحنا كفلسطينيين لا، هاي الصور إلها معاني وإلها ذكريات وإلها قصص هي بتحكي واقعها. خدناها ورسمنا فوقها صور وقصص بتحكي عن هاي الحرب، بعدين استبدلنا هاي الرسومات بصور حقيقية، بعدين استبدلنا هاي الصور بدل الرسم خليناها هي صور حقيقية لصور شهداء، جسدناها بقلب الانفجار لحتى يوضح المعاناة وتكون المصداقية فيها أعلى. بما يخص فيلم الأنيميشن لأطفال غزة، هي القصة هاي بالتحديد طول فترة حرب غزة هي من أكثر القصص اللي أثرت فيي نفسيا، فضمير الواحد بيقعد، ما صعب إنه تقعد ضميرك رضيان بدون ما تحاول تعمل إشي تعرف العالم الظلم اللي وقع على هذول الأطفال وكل الألم اللي حسوا به هاي الأطفال، فكان الهدف هيك بما يخص هذا الموضوع. خصوصاً بهذيك الفترة أنا حضرت مجموعة فيديوهات للجيش الإسرائيلي ولدولة الاحتلال، كرتون ورسوم كرتون، وكانت كلياتها بتعبر عن يعني بتحاول تلعب بمشاعر الناس بالغرب بما يخص موضوع الأطفال الإسرائيليين إنه واقع عليهم ظلم. فمن هن ولد عندي شعور مضاد إنه لا أقول كمان هم الفلسطينية وحدهم اللي عليهم ظلم، بتعرضون من قبل جيش الاحتلال الصهيوني بعكس أطفالهم اللي عايشين في رخاء ونعيم في بلد مش بلد. بصراحة أنا استخدمت موضوع اللي هو أعكس صورة في أعكس واقع شعبي في دول ثانية، بحيث إنه المطلع أو اللي بيشوف التصميم كثير يتأثر بالصورة بدون ما يشوف دم أو قتل أو يعني صورة بنظره يمكن تكون منفرة. إحنا بصراحة يعني في النهاية متعودين إن نشوف مثلا القتل والتدمير وهاي، بس أنا كان طريقتي مختلفة شوي بحيث إني أوصل المسج بطريقة إنه بتعرف بسيطة وفي نوع من إنها مؤثرة. فاستخدمت كل دولة مثلا في حرب غزة، يعني اعتبرت انه مثلا برج ايفل بنقصف او تمثال الحرية، او يعني استخدمت معالم بحيث انه الواحد يشوفها فيتخيل لو كانت هاي الحرب عنده في بلده فشو هو راح يسوي، راح يقعد يعني يستنى رد مثلا يعني تكون سلس هادي؟ لا يعني بكون بتمنى وقتها انه حد يسانده، فهمت علي؟ بكون يستنى مساندة. فهي اني كنت خلاص بوصل الرسالة انه حسوا فينا يعني اللي بصير فينا ممكن يصير عندك، يعني خلينا يعني نتبادل المشاعر، فهمت علي؟
ما نكون مثلا والله انا حر فمعنى انت لا انا ما ليش في هاي الامور، لا لازم انت تكون من باب الانسانيه تحس فينا يعني مش اكثر. عشان هيك أكيد كل واحد فينا لازم يستخدم القصة والحدث اللي بصير عنا حتى يعبر ويوضح الصورة هاي لكل العالم، يوضح لهم المعاناة اللي إحنا منعيشها، يوضح لهم الوضع والمأساة اللي إحنا منعيشها فعلا حق أطفالنا. آخر حدث كانت هي حرق الرضيع على دوابشة، كان لابد إنه أعبر، بالرغم إنه مهما عبرنا بالحكي أكيد الحكي مش راح يوصل الفكرة، باستثناء ممكن صورة واحدة إنه تعبر عن ألف جملة. جبت الصورة الأساسية، هي كانت لبنطلون عادي للطفل. حاولت إنه أقسم الصورة ثلاث أقسام، صورة إله هو موجود فيها، صورة بس للبنطلون لحاله، وصورة لجثة محروقة، لحتى أوضح للناس إنه هاي المراحل اللي عدى فيها أو هاي المراحل اللي صارت نتيجة هذا الاحتلال. أنا انحبست فترة 14 شهر عند جيش الاحتلال الصهيوني. خلال فترة اعتقالي عملت رسومات بتحكي قصة الشخصية لاعتقالي أنا، يعني مش قصة حدا ثاني أنا شفته، لا قصة الشخصية اللي أنا متأثر فيها، إنه كيف تم اعتقالي يوم مناقشة مشروع تخرجي، وراحت والدتي ناقشت المشروع بدل عني ونجحت أنا داخل المعتقل وأنا ما بعرف إني نجحت لفترة طويلة. فخرجت بمجموعة لوحات من السجن على أساس أنها تكون أساس لمعرض فني وقصة صغيرة مصورة ممكن يخرج منها فيلم كرتوني أنيميشن ينعمل. وفي نفس الوقت تم مصادرة هاي الأعمال داخل السجن، ورديت عدت بعض منها وكنت عامل نسخ ثاني منها لقدرت أخرج بعشرين لوحة في هاي الفترة. أنا حالياً بجهز في المراحل الأخيرة بهاي المشروع. بعد ما انتهت الحرب حاولت انه اتابع هذا الفانو، انه استمر فيه، انه ما اتوقف عند حد معين هي حد الحرب. صرت اشوف اشكال تلقائيه موجوده في فلسطين، انك مثل ما بتعرفوا كل شيء في فلسطين له قصه له حكايه، ممكن حجر تحكي لك قصه، ممكن دخان، ممكن مي ماشي، ممكن تراب، ممكن جبل. فبدأت أصور هاي الشغلات، صورنا جبال عبرنا عنها عن لوحة للجدار، صورنا كمان شجر الزيتون الجذع تاعها، وصرنا نعبر عن ولادة الأرض من أول وجديد. فصار يلفت انتباهي أي صورة أي شغلة موجودة في فلسطين لحتى أحكي عنها عن معاناتنا اللي بنعيشها، أجسدها في المعاناة. خلال عملي في بعض التصاميم كنت أشتغلها كنت ألاقي استنكار أو شجب، وحتى وصلت لتهديد بطريقة غير يعني واضحة. يعني مثلاً أيام ما اشتغلت المسجد الأقصى واللي بيصير فيه انتبهت إنه كان في يهودي متطرف حاطط إحدى التصاميم وحاكي عني إنه مثلاً الإرهابي أو أبصر إيش، إنه بدعوا لاقتصاص مني، ما بعرف كيف يعني كان في نوع من التهديد. من أسبوعين تقريبا أطلقت حملة كانت بصراحة التركيز على موضوع الجدار الفصل العنصري والمعاناة اللي بعنيها الشعب الفلسطيني من وراء الجدار، فكانت عبارة عن تصاميم زراعة جدار في أغلب البلدان يعني المهمة مثل أمريكا فرنسا، زرعت وقطعت بلادهم. يعني الحرية أكيد موجودة، محدش بيقدر يمنعها، بس بصف في النهاية إنه إذا عندك القدرة أو الطاقة إنك تدفع ثمن الحرية اللي راح تعبر عنها، لأنه مش راح تعبر عنها بشكل مجاني وراح تدفع ثمنها سواء من جيش الاحتلال الصهيوني أو من السلطة الوطنية الفلسطينية.